الداعية الدعوة طبعا صورها كثيرة. هذه آلة التصوير التي ترونها أمامكم هذا أسلوب من أساليب الدعوة عظيم. والشخص الذي يقف خلف آلة التصوير حمد بارك الله فيه، إنزين، هذا داعية. ليس كل داعية يظهر أمام الشاشة، هنالك منهم خلف الكواليس، وربما كان مكوثهم أو بقاؤهم خلف الكواليس أدعى إلى الإخلاص وإلى عدم ظهور الحظوظ النفسية أو تجاوز الحظوظ النفسية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإنسان بيسوي المنشورات هذه زين، المطويات في الصيام أو في الخلق الحسن أو في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أو وينشرها بين الناس. مطوية يمكن تستغرق مني نصف ساعة في البيت أو ساعة أو يوم كامل وأنشرها، هذه في ميزان حسنة. هذه في الطريق إلى الدعوة. لماذا؟ لأنك إذا تأخرت أنت تحرك المفسدون. ثق تمام الثقة، إذا تأخرت أنت تحرك عشرة من المفسدين. الله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فإذا تأخر الإنسان المؤمن المصلح الذي يريد الإصلاح، إذا تأخر زين يتقدم عشرة من المفسدين، وربما يتقدم عشرين، وربما يتقدم مئة من المفسدين. يتقدموا بمشاريعهم، بمشاريعهم في المجتمع. وأنتم ترون ما يحصل اليوم في مجتمعات المسلمين، تنازلات شيئا فشيئا، تفتح زي محلات التبغ، تفتح محلات الخمور، تفتح محلات كذا، تفتح محلات كذا. هل كله نلقيها على عاهل، على 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 يعني على كاهل الدولة والحكومة ونقول كذا؟ نعم هنالك أفراد يخطئون لا شك، لكن هل نسمح لهم نحن؟ لا. لكن كيف؟ ما الذي أفعله؟ أفعله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا طريق الدعوة واسعة جدا، ولكن لابد أن يحدد لها الإنسان إنزين الخطة التي يسير عليها. تخصصك ما هو في الدعوة؟ تخصصي مثلا محاضرات، تخصص آخر إمامة وخطابة، تخصص آخر تصوير، تخصص آخر أحد الإخوة أحد الشباب غير موجود هو حاليا من هذه المنطقة ويصلي في هذا الجامع وهو من أفراد هذا الجامع إنزين. في مثل هذا اليوم سبحان الله، في مثل هذا اليوم من رمضان قبل سنتين أو أكثر كنت أتحدث أيضا عن الدعوة، كنت أتحدث عن الدعوة، وجاءني بعد المحاضرة وقال لي أنا أريد أن أدخل في طريق الدعوة. قلت له خير وبركة، شاب كان ما زال في بداياته في الكلية. قلت له خير، ماذا ستفعل؟ قال أنا أستطيع أن أصمم يعني برنامج أو موقع إلكتروني وأبث فيه أشياء عن الإسلام، أدعو الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا. هذا الذي أستطيعه، طالب ما عنده الإمكانيات العلمية والفقهية والمالية بعد. زين خير وبركة، ولكن عليك بكذا وكذا وكذا، تعرض الإسلام السمح الذي لا يختلف عليه إنسانان، إنسانان وليس يعني هذا مسلم وهذا مشرك، لا لا يختلف عليه إنسانان من الأشياء التي لا يختلف عليها البشر أنها من الخير. طيب ولا تتحدث عن الخلافات المذهبية وهذا، هذه تركها، هذه تركها، هذه في بطون الكتب تركوها للعلماء. زين قال طيب إن شاء الله، وغير ذلك بعض التوجيهات البسيطة. فبقي يقول كنت أخصص تقريبا نصف ساعة خلف مفاتيح الجهاز الحاسب الآلي هذا كل يوم. كنت أسأله بين فترة الثانية عندما ألقاه كيف أين وصلت الأمور. كان أول رجل دخل على يديه الإسلام ألماني وزوجته، أول رجل دخل. هذا الرجل الآن افتتح مركز إسلامي في ألمانيا، مركز للدعوة في ألمانيا، وأصبح يقول لهذا الإنسان زاره، حتى زاره قال له تزورني أو تحضر لي الدشداشة العمانية وتحضر لي العمامة وتحضر لي كذا. إذا نشرت شيئا بالسلام وبالمحبة وبالإخاء وبالصفاء بالصفاء وبالشفقة، أحبت الناس هذا الخير الذي بلغته، وأحبتك أنت، وأحبت وطنك، وأحبت بلدك حتى. إنزين يعني كل حسنة من عند ذلك الإنسان تتبع هذا الإنسان كأنما هو صدقة جارية له. هذا واحد. بعد سنتين تقريبا كان عدد الذين دخلوا الإسلام على يديه تقريبا 70 شخص من بقاع عدة، 70 شخص، 70 شخص خلف مفاتيح الحاسب الآلي في غرفته، طالب في الكلية. كم طالب في الكلية وكم شاب في الكلية يجلس خلف لوحة المفاتيح لأغراض أخرى.